صباح الخير مشاهدينا عبر شاشة الفجر الجديد، نقدم لكم حصاد الأخبار نستعرض فيها أهم المشاهد على الساحة الكرمية. ما يطمح له معاذ من أجل أن يكون كغيره مفيدا وليثبت أن الشخص المعاق قادر على وضع بصمته في المجتمع دون أن تمنعه إعاقته بأن يكون إنسانا منتجا. نشاهد هذا التقرير مع الزميلة تسنيم قشوع. أنا بدي أساعد حالي وساعد أهلي وأعمل المشروع وساعد حالي وساعد أهلي ونعيش. هذا ما يطمح له معاذ من أجل أن يكون كغيره مفيدا وليثبت أن الشخص المعاق قادر على وضع بصمته في المجتمع دون أن تمنعه إعاقته بأن يكون إنسانا منتجا. استنهضته الفكرة بعد أن كان طريح الفراش ليبدأ بها واقعاً يحقق من خلاله ما يصبو إليه دون الحاجة لمن حوله أو سعياً للحصول على مبلغ مادي فقط. أنا بدي محل أعيش من وراء، يعني مش كل شوي بدي أروح أطبل على الشؤون، وأنا عندي صار يقول لي أنت بتفيدش المجتمع بشي وبدك تضلك نايم. أنا بدي أحط فيه حوايج للصغار، بوزة، إشي زي هيك، نعيش فيه، نعمل فيه، عيشتنا زي الهواء، يوم نلاقي الشكل ويوم نلاقيهوش. رغم إعاقته فإن الأم استطاعت أن تنسجم وإعاقة ولدها لتكون له الشمعة المقدسة التي أضاءت له ليل الحياة بتواضع وفائدة دون مقابل، لجعله طفلا ذكيا يتغلب على ما أصابه بصفاته الرجولية لبلوغ هدفه بجهده متعففا. بلش من بسطة صغيرة، وهاي البسطة الصغيرة صارت تساعد معاه انه تجيب اخرى شيبسات وشو شغلات بحبوها الصغار نعمل لهم اياها. فمعاد صار يفكر في شغلات احسن، انه بده يحسن وضعه. شجع ابوه انه يبني له المحل، بقى ابوه قاعد يعني ايامها ساعد عمل له المحل، بس يعني تكلف عليه ديون. بنأمل من وجوه الخير انهم يساعدوه في محل، يدعموا له المحل، في انه يصير له حياة مستقلة له، انه يعني ما يضلش يفكر حاله انه عاجز. يعني ابني من الحمد لله رب العالمين من فرش كان نايم عليها لصار يفكر انه بده يصير اشي في المجتمع، والحمد لله يعني لسه هو احسن من اي انسان قاعد بمشي عجره وقاعد بفكر شو يعمل. الحمد لله طموحه اعلى من هيك. قد اكد معاذ اليوم من خلال طموحه ان لا اعاقه مع الاراده، فماذا لو اجتمعت المؤسسات الراعيه لهذه الفئه ودعمتها معنويا اكثر منه ماديا دون محاوله لكسر ارادتها واحلامها. لتلفزيون الفجر الجديد تسنيم قشوع. أنجبت زوجة الأسير يحيى حمارشة من مخيم نور شمس في طول كرم والمحكوم 24 عاما طفلة أسمتها ياسمين بعد حملها عبر نطفة مهربة من سجن ريمون. نشاهد هذا التقرير للزميلة تسنيم قشوع. ياسمين النطفة المهربة من زنازين الاحتلال، تعود ملكيتها للأسير يحيى حمارشة في سجن ريمون محكوم 24 عاما، والتي استقرت في رحم زوجته سميرة لتنطلق للحياة اليوم وتنشر فرحاً لا يوصف في قلب والدها. مش كان وصف لك أصلاً شو يعني كداش الفرحة، مش كان وصف لك يعني لحد هسه لأني ما اطمنتش عليهم، فمش عارف أعبر لك بالضبط يعني كداش فرحتي في الموضوع. بهاي الشغلة أول شيء تحدي للاحتلال، وعشان نثبت للاحتلال بس انه احنا قادرين نعيش وعنا امل نعيش عشانه وعنا امل نعيش في الحريه ونخرج ابناء الحريه على اساس بس هذا الحكي بس نثبت للاحتلال. طبعا قديش عندنا قدره نعيش ونقاوم حتى داخل السجن. انا بتمنى انهم كل الاسر طبعا يمشوا في نفس الخطوه ويكونوا نفس الخطوه، وان شاء الله هاي في على الطريق ثلاثه اربعه ان شاء الله بدهم يخلفوا، وبنتمنى لهم الخير وبنتمنى لهم انه نسوانهم تكون في السلام ان شاء الله. سميره حمارشه كغيرها من زوجات الاسرى يسكنها الأمل بالإفراج عن زوجها ليحظى بفرصة قريبة بين الجسد والجسد لتربية أبنائه، خاصة وأن الأسير قد حرم من ابنته الأولى قبل عام ونصف تقريبا بعد حادث سير أودى بحياتها. الحمد لله والله شعور حلو، يعني لما الله بده يعطينا شعور حلو، يعني الحمد لله رب العالمين على كل شيء. شو بتحكي لأبوها الأسير؟ الله يفرج عنه يا رب، وإن شاء الله بروح بتربى بعزه وبفرح فيها. شعوري رائع لا يوصف، وراح أدير بالي عليها وما تخافش عليها يابا،
انا اللي راح ادير بال عليها، وعلى ام تخافش لاني مش راح ازعلك ولا اغلبها، وكمان الله يفك اسرك ويخليك بيننا عن قريب يا ربي. النطف المهربة أصبحت اللغة التي تتشارك مع الحياة في ظل غياب طال سنين وقيدته قضبان الزنازين، ليعلن الأسرى تطلعا للحرية عنوانها الولادة. بالرغم من كل الحواجز والمعيقات اللي بتحطها سياسة مصلحة السجون وحكومة الاحتلال أمام أسران البواسل، إلا أن أسران البواسل من كل الطرق بتواصلوا مع أهليهم. لذلك من الكهون في المستشفى العربي التخصصي حوى أكثر من 30 أسير قاموا بعملية الزراعة، والحمد لله العمليات نجحت، وأيضا أخرى 30 عملية. ومن هذا الباب هاي الرسالة، رسالة الأسرى، رسالة كسر الحواجز. سفراء الحرية أبناء الأسرى بقولوا للعالم وبقولوا لأهلهم ولمجتمعنا الفلسطيني أنه إحنا موجودين. ها هي ياسمين كغيرها من الأجنة تتحدى المحتل من جديد لتثبت أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا، لا يقيده زرد السلاسل ولا طول السنين في سجونه. لتلفزيون الفجر الجديد، تسليم قشوع. اعتصم أهالي طول كرم أمام مقر الصليب الأحمر تضامنا مع الأسرى في سجون الاحتلال، وخاصة المرضى منهم، وسط غياب واضح لذويهم، وذلك بحضور ممثلين عن فصائل العمل الوطني وعدد من الشخصيات والمؤسسات الأهلية والمدنية. نقول لأهالي الأسرى، نحن نعتصم كل يوم ثلاثة في طول كرم باب الصليب لأجل أبنائنا الموجودين خلف القضبان. فالآن نشعر في تقصير حاصل من قبل أهالي الأسرى، إنهم لا يحضروا جميعا. نطالب جميع أهالي الأسرى بالحضور ولدعم أبنائنا في السجون وتحقيق أحلامهم وأهدافهم المطلوبة من إدارة السجون، لأنهم في ظلم قاسي عليهم من ناحية الاستراحات، من ناحية الملابس الشتوية. لا يريدوا إدخال أي شيء من الحرمات ولا الملابس الشتوية داخل السجون. ومن ناحية الكانتين هناك تقصير جدا من إدارة السجون في تقديم الأموال لأبنائنا في السجون. نطلب من السلطة تعزيز موقفنا وموقف الأسرى داخل السجون، وشكرا لكم. أنا متأسف اللي شايف، يعني ما فيش مشاركة من الأهالي، وهذا شيء مؤسف إنه لهالدرجة وصلت قضية الأسرى من عدم الاهتمام وعدم التضامن، وهذا الشيء يعني فعلا مؤسف. حتى وين أهالي الأطرى؟ أهالي الأطرى المعنيين يعني مش موجودين، والقوى الوطنية مش موجودة بكثافة، وهذا الحكي شيء مؤسف. نتمنى طبعا لجميع أسرانا التحرر، ونتمنى لهم الصمود الكامل في داخل سجون الاحتلال، ولا بد القيد إلا أن ينكسر. يعني ما بتصير هاي القضية إلا لازم تنحل، يعني حل جذري. حل القضية الأطرى هي يجب أن تكون حل جذري، ونتمنى مشاركة الجميع للتضامن وللتضامن مع مشاعر الأطرى. تأتي وقفتنا اليوم أمام الصليب الأحمر، الوقفة الأسبوعية للتضامن مع أهالي الأسرى، مع الأسرى نفسهم، حتى إحنا نبين للعالم، نبين لأنه قضية الأسرى حية، قضية الأسرى موجودة، الأسرى في قلوبنا وفي عقولنا، في كل للشعب الفلسطيني ككل. يجب أن لا يكون حل إلا يتضمن حل للأسر، لقضية الأسرى. هناك تفعيل دولي والعمل على عمل مؤتمرات دولية من أجل قضية الأسرى. هذا الاعتصام الأسبوعي اللي كانت تشارك فيه أعداد من أمهات الأسرى، صار كم مرة أنا باجي بشوف ما فيش أمهات أسرى موجودات، في أهالي أسرى لكن في نقص في أمهات الأسرى. أنا بناشدهم، هدول أولادنا وأولادكم، المفروض نيجي نعلن موقف إنه إحنا مع الأسرى. ليش بطلتوا تيجوا؟ يعني المفروض تيجوا وتقعدوا، هي ساعة بالأسبوع مش إشي طويل. بناشد كل محافظة طول كرم الأسرى، حتى كلهم أولادنا، مش ضروري يكون لك أسير عشان تيجي، تعالي شاركي في اعتصام الأسرى، لأنه هذا الاعتصام اللي بيعبر عن وقفتنا مع الأسرى. هاي اللقاءات أصبحت أسبوعية، تكرر بشكل دائم بشكل أسبوعي، تحمل مضامين كثيرة مهمة. الأولى أنه الشعب الفلسطيني بكل فئاته موحد خلف حركتنا الأسيرة، ورسالة الثانية لمن يعنيه الأمر وتحديدا للاحتلال،
أن الشعب الفلسطيني دائما يتمسك ويحيي ويكرم شهداء وجرحى وأسراء، وبالتالي يرفض أي انتهاك بحقوق أبناء شعبنا الفلسطيني وتحديدا أسراء. رسالتنا أيضا إلى يعني كل الذي يعمل بشكل يومي بموضوع الأسراء أن يهتموا بهذه القضية باعتبارها قضية مركزية لنا جميعا، ورسالة للمفاوض الفلسطيني إن حصلت مفاوضات في المستقبل أن يبقى ملتزما بقضية الأسرى باعتبارهم عنوان المرحلة الحالية. نظمت جمعية النجدة الاجتماعية لتنمية المرأة فرع طول كرم ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي اعتصام ضد مصانع الموت جيشوري على الخط الغربي المحاذي لجدار الضم والتوسع العنصري بمناسبة أسبوع مناهضة العنف ضد المرأة. تنظم جمعية النجدة بالتعاون مع مركز المرأة للإرشاد القانوني اعتصامنا أمام مصانع الموت ومصانع جشوري. هذه المصانع التي أقيمت على أراضي محتلة وهي عمليا مصانع غير شرعية وأيضا منافية لكل القوانين والمواثيق الدولية، هذه من جهة. من جهة تانية طبعا هذه المصانع ما تحدثه من أضرار صحية وبيئية على محافظة طول كرم. من العلم أن محافظة طول كرم يوجد بها أعلى نسبة سرطانات على مستوى الضفة الغربية على نسبة موجودة بمحافظة طول كرم، بالتحديد بهذه المنطقة منطقة ارتاح نسبة السرطانات عالية عدا عن الأمراض التي يعانيها أهالي المنطقة من الطفح الجلدي وعملية الإحمرار والربو والعديد من الحالات عمليا استشهدت نتيجة الاستنشاق الغازات السامة. عندنا جولة ميدانية على أرض مدينة طول كرم من أجل القيام بفحص عبر المختبر المتحرك الموجود معنا هون مجموعة الأجهزة لتلوث الهواء. طبعا هذا الحكي يعني بيجي مكمل للحمله اللي اطلقناها على موقع افاز لصرخه الطفوله الجشوري، واللي بندعو المواطنين خصوصا في محافظه طول كرم من اجل التوقيع عليها للمطالبه العالم والمجتمع الدولي لازاله هذه المنطقه الصناعيه. نحن مستمرون في عملنا اليومي تجاه هذه المنطقه الصناعيه، بنرصد كل القراءات اللي بنحصل عليها طبعا، ومنجهز كل المعلومات اللي بناخذها من اجل بدء تقييم هذه المنطقه الصناعيه من خلال المشروع المشترك اللي بده يتم بيننا وبين الإخوان البلجيك الأصدقاء البلجيك بتكلفة تقريبا 100,000 يورو. سيستمر هذا المشروع لمدة سنة، سنقوم بتركيب أجهزة لقياس التلوث بكل أنواعه، تلوث الهواء، تلوث الماء، تلوث التربة، من أجل إعداد ملف قانوني من أجل استخدامه لدى المحافل الدولية وصولا إلى إزالة هذه المنطقة الصناعية. احتفل مجلس شركاء إلهام فلسطين باختتام الدورة الخامسة من مبادرة إلهام فلسطين 2014 في جامعة خادوري بطول كرم لتكريم 53 مبادرا تربويا. البدر أمسى مشرقا بقدومكم والليل قد حل مضيئا يسفر، فمرحبا أيها الضيوف الكرام، ضيفا ضيفا وأهلا وسهلا بكم ألفا ألفا. اكتب على جبين السماء وتسلك على السحاب، اكتبها أنا المجد يسكن في رمش عيني، اكتبها لا تحصر معانيها في أي كتاب، منه اللي يقدر يحصر بكلمة فلسطيني. اكتب على جبين السماء وتسلق على السحاب، اكتبها أنا المجد يسكن في رمش عيني، اكتبها لا تحصر معانيها في أي كتاب، منه اللي يقدر يحصر بكلمة فلسطيني. يسعدني أن أرحب بكم جميعا في احتفالية موسم الحصاد الخامس لإلهام فلسطين، والتي نتشرف باستضافتها في خضور المجد والعراقة في حرم جامعة دولة فلسطين. نحتفل اليوم بحصاد الإبداع والريادة من مدارس فلسطين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة بمعلمين وطلبة ومرشدين ومديري مدارس قد بادروا بدافع ذاتي عميق ليجعلوا من مدارسنا مكانا افضل. الهدف من الزياره هو التحيه لاسره التربيه والتعليم بكافه افرادها، تحيه للمعلم في يوم المعلم الذي سيصادف في 14/12 من هذا الشهر، كمان نحيي هذه المبادرات الابداعيه والرياديه من المدرسين الموجهين المشرفين الطلبه، تحيه للتآلف والتعاون ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي. كل هذه المبادرات تستحق التقدير لانها بالنهايه تؤدي لتحسين العمليه التعليميه
وكما تعلم العملية التعليمية هي أساس استثمارنا الواقع، الاستثمار هو في الشعب الفلسطيني في هذه العقول البشرية، فالتحية لكل أسرة التربية والتعليم. يبقى إلهام فلسطين بوابة مهمة جدا للكادر التربوي الفلسطيني من أجل التوجه نحو تحسين نوعية التعليم والتعلم من خلال سعي الوزارة لاستخدام هذه النافذة لتكريم المبادرات الإيجابية التي تسعى لأن تكون هناك نشأة سوية لأطفالنا. الجديد أن هناك تركيز أكثر على تذويت المبادرات التي يقوم بها المبادرين من معلمين ومديري مدارس ومرشدين وغيرهم من الطاقم التربوي في النظام التربوي، وبالتالي هناك اهتمام بطبيعة هذه المبادرات لتكون جزءا لا يتجزأ من الحراك الموجود في الوسط التربوي وعملية التطوير التربوي بشكل أساس. احنا مسرورين اليوم لأننا يعني ننهي الحديث عن الدورة الخامسة بعد 5 سنوات من العمل. أصبح إلهام فلسطين راسخا في النظام التربوي وأصبح نافذة مهمة جدا من نوافذ العمل التربوي في فلسطين. وجود هذا النوع من المؤسسات الراعية للمبادرات الريادية والتي فعلا تساهم، هذه المؤسسة تساهم في تأسيس ثقافة الإبداع والتميز، وكما رأينا كان يوما عظيما يوما جميلا استحقته طول كرم واستحقته فلسطين من خلال هذه الكوكبة المتميزة على امتداد الوطن من القدس وغزة ونابلس وجنين وطول كرم وإلى آخره من المحافظات الفلسطينية. أطلقت جامعة فلسطين التقنية خضوري فعاليات منتدى آفاق للتميز والإبداع لتيسير إطلاع الطلبة على التجارب والأفكار الإبداعية والريادية من فلسطين والعالم عبر عقد سلسلة من اللقاءات المباشرة مع الطلبة. جامعة فلسطين التقنية خضوري مجموعة من الرياديين والإبداعيين في مستوى الوطن في كافة المجالات، واليوم تعلن انطلاق وإطلاق آفاق. آفاق هو منتدى شبابي للريادة والإبداع يهتم بالطالب وصقل مهاراته وتمكينه وتأهيله وتدريبه، لأن جامعة فلسطين التقنية خضوري من خلال خططها العديدة الطموحة جعلت الطالبة في قلب الاهتمام والرعاية، ونحن لا ننظر إلى الطالب ككائن فقط لنيل الشهادة الأكاديمية، وإنما ننظر له إلى طالب له احتياجاته الحياتية في المستقبل. فنحن من خلال علاقاتنا ومذكرات التفاهم والاتفاقيات التي عقدتها الجامعة نرنو إلى مستقبل واعد لطلبتنا بأن يكونوا ممكنين، يحصلون على وظائف، ينخرطون في المجتمع، وأن لا يكونوا عبئا على قائمة الاحتياط في البطالة. هذا آفاق له العديد من السلسلات الحوارية نبدأها اليوم بالسيد سمير حليلي رئيس المجلس التنفيذي لشركة بديكو القابضة، والدكتور محمد مبيض رئيس ومدير عام مؤسسة الشباب الدولية، والسيدة سحر عثمان من مركز التمكين الاقتصادي، والدكتور مروان عورتاني. نريد أن نعلم الطلبة ليس بالطريقة التقليدية وإنما ما يعرف بالنمذجة بالموديلينج عن طريق عرض نماذج حية لقصص نجاح حية. عسى هذه النماذج تلهم طلبتنا ليكونوا مثلهم وأفضل منهم في المستقبل القريب إن شاء الله. تحفظت الضابطة الجمركية في طول كرم على بعض سيارات ذوي الإعاقة التي تحمل نمرة 31 لأسباب قانونية خاصة بها. أجانا كتاب في الموضوع هذا من وزارة المالية في هذا الخصوص، هو موضوع قديم جديد يعني تم العمل في سنة 2012، ولكن لأسباب معينة تم التوقف عن هذه الحملة. الآن أجانا الكتاب بمعاودة العمل في موضوع سيارات 31 حتى نوضح للمشاهدين يعني الموضوع أنه السيارات 31 يتم استغلالها من قبل الناس كثير، يعني هي في استغلال لحق من حقوق المعاق. في النهاية يجي تصويب الأمر، حتى احنا بنحذر اللي معهم سيارات 31 انهم يسارعوا وروحوا صوبوا اوضاعهم. الان في معاقين ما بيقدروا يسوقوا سياراتهم، الان عليه انه يروح على وزارة المالية هناك وحط سائق بالإنابة وسجل اسمه في الرخصة. يعني حتى لو كان
الشخص اللي بسوق السيارة قرابة من الدرجة الأولى، سواء كان ابن أخ أب، إحنا ضبطناه واسمه مش مسجل بالرخصة بتم حجز السيارة. إحنا على التوضيح السيارات بتم حجزها وتحويلها لوزارة المالية، وزارة المالية هي صاحبة الحق في إنها تفرج عن السيارة أو لا. إحنا دورنا فقط هو حجز وتحويل في حال اتضح، ما هو إذا كان اسمه مش مسجل في الرخصة معناته بتكون مبيوعة، أو للتوضيح بده يروح يوضح هذا الأمر لوزارة المالية وهي تشوف المناسب. يعني إذا كان إنه الابن هو اللي سايق بتم تصويب وضعه، ممكن يسجل اسمه في الرخصة وسوقها، هذا فيش إشكالية. بس إذا ثبت إنه السيارة مبيوعة بتم احتساب قيمة الجمارك على السيارة، وبعدها بيجينا فك حجز، بتدفع رسومها، بيجي فك حجز بنفرج عن السيارة مباشرة. أما في حالة الطقس لليوم الجمعة، تسود أجواء متقلبة نتيجة حالة من عدم الاستقرار الجوي، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتسود أجواء باردة نسبيا نهارا، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار في الكثير من المناطق، والله تعالى أعلى وأعلم. أما في حالة الطقس اليوم غد السبت، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة نسبيا في ساعات النهار وباردة بشكل ملموس في ساعات الليل، وتكون الفرصة سانحة لزخات محلية من المطر في بعض المناطق، والله تعالى أعلى وأعلم. بذلك مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية. لمزيد من التفاصيل تابعوا موقعنا الإلكتروني الفجر تيفي.com. إلى اللقاء.